تقول: كثيرا ما تصيبني بعض الجروح أو بعض الحروق الصغيرة أثناء عملي بالمطبخ، وقد يكون حجمها مثل حبة الشعير مثلا، إلا أنها تسبب لي بعض الألم حتى تشفى. هل يصح وضوئي إن أنا وضعت عليها اللاصق الطبي لأن تغطية الجرح تعجل بشفائه، أم أن هذا يختص بالجروح الكبيرة فقط؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بتغطية الجرح ولو كان صغيرا إذا كان ذلك من أسباب الشفاء. وإذا توضأت فامسحي عليه، امسحي على اللصوق ويكفي هذا، والحمد لله. الحمد لله. نعم.